بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقة الماضية ميكانيكية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأذان في علاج ضعف السمع عند الإنسان، وكانت الحلقة الماضية على سيدة. هنا طفلة وتقريبا كان عمرها حوالي 12 سنة، لما كان حجم الصوت حوالي 60% كان يبدأ السمع عنده. إذا قللت الصوت عن 60% لا تسمع. عملنا مثل السيدة التي في الحلقة الماضية ورفعنا الصوت تدريجيا، يعني تحسن سمعها من 18% مستوى الصوت 18، فرق أو المدى أو الرينج من 60 ل 18 يعني حوالي 42، لما تحسن صوتها 42 درجة يبقى إذا تحسن الصوت عندها أكثر من 70%. سبحان الله. وثبت عند ذلك، كانت هي تأتي لنا مرة في الأسبوع نسمعها الأذان وهي مغمضة العينين، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مغمضة العينين، حتى لا يكون هناك مؤثرات على التجربة ولا يكون هناك تشتت في الانتباه. يبقى إذن جميع مؤثرات التجارب أو التجربة لابد وأن تمنعها حتى تكون النتائج سليمة، ليست هناك أي مؤثرات خارجية أو داخلية تؤثر على التجربة. أيضا الإنسان المريض الذي يريد أن يتعلق بالطاقة الإيمانية أو بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نعزل جميع المؤثرات التي حول المريض. ما هي المؤثرات التي تؤثر على المريض الذي يعالج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة الموبايل. يبقى إذا أنت دخلت عندي لابد أن تغلق الموبايل إغلاقا تاما، يعني لا يصلح أن يكون الموبايل في الوضع الطائر، ولا يصلح أن يكون الموبايل صامت، ولكن إغلاق تام حتى لا يؤثر على أي موجة إيمانية أو صوت طالع منه. ونحن في مدينة الإنتاج الإعلامي لما كنا نقدم برامج في التلفزيون المصري أو القنوات الفضائية الخاصة كنا نغلق الموبايل قبل أن ندخل إلى الاستوديو حتى لا يؤثر على الإربيس وعلى أي شيء. رقم 2، ممنوع أي إنسان يتحدث في أحداث الدنيا لأنها طاقة سلبية، ولا يتحدث مع أحد بجواره، ويستحسن أن يكون فيه مسافات بينية بين الجالسين. الإنسان الذي يدخل ويجلس مع واحد يعالج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون متوضئا. أي امرأة عندها عذر شرعي لا تدخل على المريض ولا تأتي معه، لابد يكون على طهارة. إذن هذه الأشياء تؤثر على المريض. أو من الأفضل ألا يدخل إنسان عنده مشكلة حياتية تؤثر على تفكيره فيجلس مشتت الذهن،
لابد أن تكون طاقتك كلها موجهة نحو المريض بحيث تؤثر معي على الطاقة الإيمانية. فحينما نجتهد بالدعاء كلنا مع بعض في صورة هرمونية متآلفة، يشعر المريض بتحسن فيزداد جهاز المناعة، فيعالج الاختلال الموجود في الجسم، فتحول الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية، فيشفى المريض بإذن الله. وهذا ما حدث عند هذه البنت. كان الموجود معها يدخل متوضئ، وكانوا يرددون معنى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أسرار نحن نقولها لكم بالتدريج حتى لا يتشتت انتباهكم ولا تذهب عقولكم. إن شاء الله رب العالمين سوف يكون هناك جديد وجديد كلما دعمتونا أفضل. فعندكم مثلا الأخت زينب علي من بلجيكا، أكرمها الله سبحانه وتعالى، كل شهر ترسل 200 دولار للمساهمة للقناة، يعني نحسن من أداء شيء، نجيب عازل للصوت زيادة، نجيب حاجة للكاميرا، نشتري حامل، نشتري حاجة يعني متطورة شوية، نحسن من الأساس اللي موجود، نهيئ الحاجة لاستقبال ضيف هنسجل معاه من طعام وشراب وانتقال، ويكون جاي من مكان بعيد، نهيئ له مكان للراحة، مكان للنوم. يعني إذا هي مستمرة بصفة دائمة 200 دولار كل شهر، وزادت الشهر الماضي ان هي عملت 50 دولار لجبران الخواطر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الاشياء البسيطة دي باننا نشتري اشياء خاصة للقناة. طبعا هي مستديمة على هذا الامر باستمرار. وجزاها الله خيرا وجزا كل المساهمين والمساهمات. وإلى قصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.